لا بالنسبة للسوريين اللي بتركيا بالوضع الراهن يعني عليهم ضغط كبير، العالم كله عايش أعصابه، حتى حركتنا احنا هون وقفت. يعني في لئم، بتحس في لئم على السوريين يعني، مع انه انا بتوقع يعني هن رح ينضروا. والله بأثر كثير حساسا على شغلهم، ما على عندي ابن حمي هنيك قال لي والله ما عم بسجل اطلع من البيت لا تطلع النتائج. طبعا هلا اجباري، هلا بهالفتره هي لبين ما يصير الحسم يعني السوريين بده يكون حزينين كثير يعني بده يضيقوا عليهم زياده، وفي حال اذا نجحت المعارضه رح يكون التضييق اكثر يعني، ومثل ما شفت يعني كانت المعارضه عم تتوعد باول شيء بترحيل السوريين. العالم كله عايش اعصابه، حتى حركتنا احنا هون وقفت كرمي لهالانتخابات، يعني بالعكس احنا بدنا يحسبونا الانتخابات ونخلص من السالفه. الله وكيلك، نمنا فينا صاروا بالانتخابات، نمنا فينا شو صاروا بالانتخابات، فاز اردوغان فاز هذا اوغلو، ما عاد نعرف شو بدنا نساوي. وهذا اذا احنا هون كيف العالم كان بتركيا؟ الله يكون بالعون. والله اكيد اكيد على اعصابهم، اكيد على اعصابهم يعني، يعني احنا واقفين على اعصابنا هون، شلون هن هنيك؟ هلا بالنسبه للسوريين اللي بتركيا بالوضع الراهن يعني عليهم ضغط كبير، عرفت علي كيف؟ يعني هنو قبل الانتخابات صار عليهم ضغط، فما بالك إذا صارت الانتخابات وسقط أردوغان راح يصير عليهم ضغط أكبر بكتير من هيك. والله لازم يلتزموا البيوت أنا برأيي، يعني وضعهم يعني بجوز يتخططوا، يعني التراك لأيمين شفتوا إيش سووا على الحدود وغير حدود وكذا، حسبي الله ونعم الوكيل، الله يفرجها علينا وعليهم يا رب. بده يضل إنه ملتزمين ببيوتهم، أن الوضع هلا بيخوف عليهم. إذا ربح أردوغان أكيد راح يصير أحسن، أحسن من قبل بكتير، بس اما اذا خسر راح يصير أسوأ. هلا كحكومه افضل اذا نجح اردوغان، يصير يعني معامله الحكومه معهم افضل، يعني بيخاف الشعب شوي من الحكومه. انا برايي اذا ضل اردوغان بالعكس الامور جيده يعني تتحسن ان شاء الله وتعالى، ان كان بتركيا وان كان بسوريا. بدنا نشوف، ما بنعرف شو بدي لك. هلا ان شاء الله يفوز اردوغان احنا معه ان شاء الله. ما مثل اول بيصير الوضع يعني بيتعذبوا اكثر من اول، بقيه الدول العالم كلها عم تعذب اللاجئين، شلون هون هلا؟ اكيد رح تغير المعاملة، يعني شفنا بآخر فترة صار في كتير عنصرية بالنسبة للسوريين هنيك بتركيا. أكيد يعني رح يصير عنصرية، وخاصة يعني العالم اللي عم بشتغل يعني رح يصير كتير عنصرية وخفض بالرواتب، وبجوز يعني يصير تكسير محلات بتركيا ويصير يعني بصير عنصرية كبيرة. والله ما بظن، ما بظن، بس إنه عن فترة بجوز رح لون، بس إنه ببيشة ما بظن، يعني هو على كلام هذا المعارضة قال بده سنتين ثلاثة اللي رح لون. والله ما غريب عنهم يعني بالفعل، يعني بالنسبة للمعارضة يعني في لئم، بتحس في لئم على السوريين يعني، مع انه انا بتوقع يعني هن رح ينضروا يعني في حال رحلوا السوريين. كل شيء وارد، مثل ما عم يرحلوا من لبنان بيجوا يرحلوا من تركيا، هذا الوارد يعني كل شيء وارد يعني. حسب مين بدي يفوز طبعا، اذا صار غير اردوغان فاز اجباري بده يرحلوا العالم. هلا اذا نجح اردوغان ما بعتقد، بس هذاك الثاني المعارضه اغلو اكيد يعني رح يصير في ترحيل للسوريين. هلا هو الترحيل مو بالامر السهل يعني، بدهم يعني فترة، وبتوقع اذا نجح ان شاء الله ما بصير ترحيل، بس اذا فشل انا بتوقع الترحيل يعني 100%، خاصة بعد ما صرح هذا كمال يعني قال انه بده يطالع السوريين، انه اول شيء قدموا للترشيح انه اذا نجح راح يطالع السوريين.